السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. معكم مهرة الصيعري، حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال السياحية من جامعة فليندرز بجنوب أستراليا. حصلت أيضا على درجة البكالوريوس في إدارة السياحة من جامعة إيديث كاون بغرب أستراليا. أعمل مستشارة للنادي السعودي بولاية جنوب أستراليا، كما أنني أسست رابطة لعلوم تطوير الذات بولاية جنوب أستراليا، مدربة معتمدة من المجلس الخليجي للتنمية البشرية، وأيضا مدربة معتمدة من أكاديمية التدريب الاحترافي. أعمل أيضا عضو في جمعية مراكز الأحياء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الغربية. سأقدم لكم بإذن الله عبر منصة رواق مدخل إلى علم السياحة، حيث لا يخفى على أحد منكم أهمية السياحة في كونها مصدر هام وقوي من مصادر الدخل القومي، وهي أيضا بمثابة المرأة التي تعكس صورة وحضارة بلد من البلدان ووجهه الحقيقي لجميع دول العالم، بالإضافة إلى أهمية السياحة في توفير فرص العمل وتقليص البطالة في البلد المضيف للسياح من مختلف الدول الأخرى. وتعمل أيضا على حل المشكلات الاقتصادية، كما أنها تساهم في إنعاش اقتصاد البلد، ومن هنا تأتي أهمية هذه المادة في نشر ثقافة السياحة والإيمان بأهمية دورها في دفع عجلة التقدم في البلد المضيف، وإلى التعرف على أهم المفاهيم الأساسية المتعلقة بالسياحة. منهج المادة سيتناول نشأة وتاريخ ظهور السياحة، أشكال السياحة ومنها سياحة الإجازة، سياحة الثقافة، السياحة البيئية، السياحة الدراسية، السياحة الدينية والسياحة العلاجية. سنتناول أيضا تأثيرات السياحة، ومنها التأثير الثقافي والتأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. سنتناول أيضا تصنيفات السائح وفقا لتصنيف كوين، وأيضا وفقا لتصنيف بلوغ. سنتناول أيضا أهم احتياجات واهتمامات السائح وكيفية إرضاء السائح بتقديم خدمة ذات جودة عالية. وأخيرا سنتناول دورة الحياة للوجهة السياحية. وفيما يتعلق بمخرجات هذه المادة، فإن هذه المخرجات تهدف إلى التعريف بتاريخ ونشأة ظهور علم السياحة، الإلمام بالمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بعلم السياحة، معرفة أشكال السياحة المتعددة، الإلمام بأهم تأثيرات السياحة، وأيضا معرفة التصنيفات الخاصة بالسائح وفقا لتصنيف كوهين وبلوغ، وأيضا معرفة أهم احتياجات واهتمامات السائح والإلمام بكيفية إرضاء السائح عن طريق تقديم الخدمة ذات الجودة العالية. ولابد أن نعرف أيضا دورة الحياة للوجهة السياحية، كما أن الفئة المستهدفة والتي ستستفيد من هذه المادة هم طلبة الجامعات والكليات السياحية والمرشدين السياحيين وكل شخص مهتم بمجال السياحة.